افترضوا أن شخص الآن من خارج مدرسة أهل البيت عند هذه التساؤلات لكم يا علماء الشيعة، يا خطباء الشيعة، يا منبري الشيعة، يا مراجع النجف عنده هذه الأسئلة لكم. أنتم الآن تسمون أنفسكم من مراجع الدين بينكم وبين الله، أنا عندي تساؤلات، أجيبوني عن ماذا؟ عن تساؤلاتي. إن لم تستطيعوا أن تخرجوا وتتكلموا لأي سبب كان، ابعثوا بتلامذتكم الذين ربيتموهم لمدة 70 و40 و70 و90 سنة في الحوزات العلمية والفضائيات الشيعية موجودة، بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية، حتى تفسير القمي. تقول سيدنا حتى تفسير القمي الذي هو من أصح الكتب التفسيرية، سأثبت لكم عدد الروايات التي نقلت من الطرف الآخر بعنوان أنها تفسير الشيعة. طبعا يكون في علمكم هذا تفسير القمي، وما أدراك ما تفسير القمي، هذا الكتاب الوحيد الذي صحح كل رواياته سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، ولكن مع ذلك هذا الكتاب فيه من الدس والزور والغلو والكذب والاختلاق ما شاء الله. تقول سيدنا يعني ما التفت السيد الخوي؟ أقول عزيزي هذا بحث علمي. ملة صاحب الإيوان لا تركنن إلى الروافض، إنهم شتموا الصحابة.